نفس افتحي. فاتح كيف صار؟ بدنا نستنى لفترة، وضعه خطير. يعني شو مو ناوية تفتحي هالباب؟ لا طاهر، روح لو سمحت. نفس لا تخليني كسره، بتعرفيني، افتحي الباب. طاهر مو شايف انه ما عم يمشي الحال؟ روح بقى. والله ما بيهمني الحال، مشي ولا ما مشي، نفس افتحي الباب. هي فتحت، شو تغير؟ ولا شي. شو رح يتغير؟ ولا شي. طاهر بعد، إذا بتريد ما تعمل هيك، ما تطلع بعيوني، لا تخليني أضعف، هالنظرة بتموتني، وإذا ضعفت مو لصالحنا. شو اللي صار نفس؟ شوفي، يعني نحنا انفصلنا؟ قليلي أنتي ما عاد بدك إياني، شوفي احكي. طاهر بترجاك ما تسألني أسئلة ما بعرف أجوبتها، ما بعرف، والله ما بعرف ابنه. اللي بعرفه أني غلطت، غلطت كتير وأنا بعترف. انتو عيلة دافية، ومن كتر ما كنت بردانة قلت بفوتوا بتدفى بيناتكن. سنية خانم جرجرتني من شعري قدام العالم وبست ايدها من طيبة قلبي، اعتبرتها امي من جوات قلبي. صدقني مصطفى اللي كنت بعرف شو عم يحكي عني بغيابي ناديت له اخي، طبعا لأني محرومة من المحبة. الله لا يحرم حدا من العيلة والمحبة، وبعدين بتلاقي حالك فورا ومن غير ما تحسبها عم تفتح لون قلبك وبتبلش تتعلق فيهم. فجأة بتجيك خبطة قوية على رأسك بتفيقك، تسكت كرمال ما تجرحون. انت بتنكسر يعني، بس ما بتحسسون، وبتزعل كتير كمان، وبتعمل حالك مو زعلان مشان ما تزعلون. يعني رغم الشي البشع اللي انت شفته معي لساتك مصر ومتمسك، عم تتحدى وتقاوم. اللي صار ما له فارق معك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.